البيت الابيض يتهم ايران بقمع شعبها ويقول ان العوده للمفاوضات النوويه مع طهران غير مطروحه حاليا بعد محاكمات وصفتها بالجائره منظمه العفو الدوليه تكشف عن اعدام النظام الايراني لاربعه وتسعين شخصا خلال الشهرين الماضيين واشنطن تدعو الليبيين للتعامل بايجابيه مع المبادره الامميه بشان الانتخابات وتعلن تاييدها تاسيس وحده مشتركه لتوحيد الجيش الليبي اهلا بكم مشاهدينا الى هذه النشره الاخباريه من الحدث اتهم منسق شؤون الاتصالات في مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي النظام الايراني بقمع شعبه وتقديم اسلحه فتاكه لقتل المدنيين في اوكرانيا وحول برنامج ايران النووي اوضح كيربي خلال تصريحات للحدث ان واشنطن لا تستطيع التاكد حول ما اذا كانت ايران قد خصبت اليورانيوم بنسبه 84% ام لا لكن كيربي عاد وأكد أن العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حاليا أحد الأسباب التي دفعت الإدارة إلى العودة للاتفاق النووي هو أن إيران كانت غير مقيدة في مواصلة عمليات التخصيب وتقليل وقت الاختراق إلى أسابيع وربما شهور لكن الإتفاق النووي مع إيران ليس في دائرة أولوياتنا في الوقت الراهن، فإيران تواصل تزويد روسيا بالمعدات والقدرات العسكرية للاستمرار في قتل الأوكرانيين وتدعم الإرهابيين في الشرق الأوسط كما تستمر في قمع التظاهرات في المدن الإيرانية لذلك الأمر ليس محط اهتمام الإدارة وحول دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى محو قرية حوارة بالضفة الغربية بمدينة نابلس بعد هجوم المستوطنين الإسرائيليين على القرية أكد كيربي للحدث أن لغة الوزير الإسرائيلي غير مقبولة وطلب بعدم اتخاذ أي خطاب يؤدي إلى التصعيد انها لغه غير مقبوله ونواصل كما هو الحال دائما حث الطرفين على عدم اتخاذ اي خطوات وبالتاكيد عدم المشاركه في الخطاب الذي سيؤدي فقط الى تصعيد التوترات أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران وقالت الخزانة إن العقوبات الجديدة تستهدف شركات شحن وبتروكيماويات إيرانية تشمل 20 سفينة شحن كشفت منظمة العفو الدولية عن إعدام السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 14 كرديا بالإضافة إلى 13 من أقلية البلوش وشخص من عرب وشخص من عرب الأهواز وذلك بعد محاكمات وصفتها المنظمة بالجائرة منذ بداية العام الجاري منظمة العفو الدولية أشارت أيضا إلى إعدام النظام الإيراني لأربعة وتسعين شخصا على الأقل خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين وسط تقارير عن تعرض المعارضين المعتقلين في السجون الإيرانية للتعذيب والاعتداءات الوحشية قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن التقارير حول تسمم تلميذات مدارس في إيران مقلقة للغاية وإن العالم يحتاج لأن يعرف السبب وتعرضت مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة لإصابات بسموم خفيفة فيما أشار بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قد تم استهدافهن من قبل جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات التقارير التي تأتي من إيران مقلقة للغاية بشأن تسمم مئات الفتيات في المدارس حتى الآن لا نعلم الأسباب هناك تقارير تتحدث عن تحقيقات تجريها الحكومه الايرانيه، نامل ان تكون حقيقيه وشفافه لان من المفترض ان الطالبات يذهبن للمدارس للتعلم وليس القلق من عدم توفر الامن، سننتظر نتيجه تلك التحقيقات، العالم يحتاج الى ان يعرف السبب دعت السفارة الأمريكية في ليبيا القادة الليبيين للتعامل بإيجابية مع مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن إجراءات الانتخابات. وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر إن مبادرة عبد الله باتيلي تحفز المؤسسات السياسية للبناء على التقدم الذي أحرزه مجلس النواب والأعلى للدولة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تأييدها لإنشاء وحدة عسكرية مشتركة في ليبيا كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية. السفارة الأمريكية لدى ليبيا أشادت في تغريدة على حسابها في تويتر بالتزام رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس هيئة الأركان التابعة لحكومة الوحدة محمد الحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية. صوت المجلس الاعلى للدوله في ليبيا بالموافقه على التعديل الدستوري الذي اقره مجلس النواب والذي من المفترض ان يوفر اساسا قانونيا لاجراء الانتخابات وجرى التصويت خلال جلسه طارئه دعا اليها رئيس المجلس خالد المشري وحضرها 68 عضوا من اصل 145 وبعد تشكيك عدد من الاعضاء في قانونيه جلسه التصويت بحجه عدم اكتمال نصابها، اكد المجلس الاعلى للدوله في بيان له ان الجلسه كانت طارئه ولا تنطبق عليها شروط الجلسه العاديه. طالب وزير الاعلام اليمني معمر الاريان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف انشطه ايران المزعزعه لامن المنطقه. جاء ذلك في تغريده للاريان على تويتر اشار فيها الى انتهاكات ايران للقرارات الدوليه واجهاضها لجهود السلام في اليمن من خلال تهريب الاسلحه للحوثيين، التي كان اخرها شحنه الاسلحه التي قامت بضبطها البحريه الامريكيه والبريطانيه نهايه شهر فبراير المنصرم. وقال الأرياني إن استمرار تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة يؤكد استخدام طهران للميليشيات كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار ولنشر الفوضى والإرهاب جدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في بلاده وأكد بن مبارك في كلمة ألقاها في قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو أن السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة والحقوق المتساوية مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية المعلنة في أبريل من العام 2022 مثلت بصيص امل لليمنيين لانهاء الحرب المستمره منذ ثمان سنوات. تعاني مناطق في الريف الغربي لمحافظه التعز من انعدام الخدمات الصحيه بعد تدمير واغلاق الميليشيات الحوثيه للمرافق الصحيه في تلك المناطق. كحال مئات الأطفال في ريف تعز صار عن مرض لأسابيع في المنزل ولإنقاذ حياته تقطع والدته مسافة ثلاثة كيلومترات للوصول إلى المركز هذا بعد تدمير الميليشيات الحوثية المرافق الصحية في المنطقة انعدام للخدمات الصحية فاقم من معاناة المواطنين وأفقد الكثير منهم حياتهم جاي من القوز عندنا ما فيش مستشفى ولا في شيء حالتنا وصلت الطفل القوز تعبان حالته حالة القرية عندنا بعيد ما فيش صيدلية ما فيش عندنا تعاب هذا لا الحالات المتوسطة لدى اليوم من خمسة وعشرين إلى خمسة حالة، الذي منها أمراض تي الذي هي الإسهالات ولا منها الذي مثل السعال والالتهاب الالتهاب الرئوي، منها ذي من الضنك. تتدافع الحالات المرضية يوميا إلى مركز الأشروح لتلقي العلاج وتكتظ أقسامه بالعديد من المرضى فهنا اتخذ عاملون صحيون من هذا الممر مكانا لاستقبال الحالات الطارئة خصوصا بعد اتساع رقعة خدماته لتشمل مناطق سكنية يصل عدد سكانها إلى عشرة آلاف نسمة في مديريتي مقبن وجبل حبشي الواقعتين إلى الغرب من تعز هذا المركز يقع في ملتقى مديريتين مديريه مقبنه ومديريه جبل حبشي ويخدم زمام سكاني يمتد الى ثلاث عزل عزله بني بكاري وعزله الشراقه في جبل حبشي وعزله اليمن في مقبنه بسبب الحرب طبعا توقفت معظم المرافق التي في هذه العزل وخاصه في مديريه مقبنه بسبب الحرب الحوثيه مما شكل ضغط كبير علينا في عدد المترددين لدى المركز. تشير احصائيات رسميه الى تعرض اكثر من 62 مرفقا صحيا في تعزل الدمار باسلحه الحوثيين. غالبيتها في المناطق الريفيه، فيما لا تزال سته مرافق اخرى تقع على خطوط تمس الحرب. التدمير الحوثي لهذا القطاع تسبب بوفاه مئات المدنيين بالاوبئه والامراض منذ بدء الحرب. بإمكانية شحيحة وتحت ضغط كبير في تدفق الحالات تحاول المراكز الصحية التي نجت من دمار الميليشيات تقديم الرعاية الصحية لآلاف المرضى سيما أولئك الذين باتوا عاجزين من الذهاب إلى مستشفيات المدينة لضعف حالاتهم المادية هل سعيد الحدث تعز أعلنت أحزاب المعارضة التركية الاتفاق على اسم مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس رجب طيب إردوغان وقالت المعارضة إنها ستعلن اسم المرشح يوم الاثنين المقبل فيما أفادت وسائل إعلام تركيا أنه تم التوافق على اسم زعيم حزب الشعب الجمهوري كما الكلتشجار أوغلو من قبل خمسة أحزاب إلا أن زعيمة حزب الخير ميرال اكشنار اقترحت اسم عمده اسطنبول اكرم امام اوغلو وطلبت بعد ذلك العوده الى التشاور مع حزبها. حقبه قوانين تنظيم داعش المتشدده وحكمه القائم على الترهيب لم تنتهي بعد الحدث وضمن تغطيتها الخاصه تمكنت من دخول مخيم روج الذي تقيم فيه عوائل عناصر ومقاتلي داعش الاوروبيون. تهديدات مبطنه وعلانيه قلبت احوال المخيم الذي بدا بترويج صوره مختلفه للداعشيات اللائي خلعن نقابهن نتفاوض معها للحديث بعد أن تملكها ارتياب وتردد قبل سنة فقط كانت كاساندرا الداعشية البلجيكية وزوجة أحد قادة التنظيم المقتولين في الرقة تتحدث بثقة مع الحدث عن قصتها كأول امرأة تخلع النقاب في مخيم روش هيئتها تغيرت وقبضة خلايا التنظيم اشتدت وان امتنعت عن تفسير تحولها هذا. آخر مرة كنت بلبس محجبة، غير آه بس يعني مختلف من برا، بس من جوا ما غير شيء يعني. ما, ما 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 بدي نحكي من هذا. كانت رؤية الكثيرات يتجولن دون غطاء رأس ممكنة هنا لكن اليوم ثلاث فقط بقين دون حجاب أو نقاب ريان واحدة منهن تقول أنها تعرضت للتهديد وعرضوا عليها أموالا تهددتي؟ إيه كثير كثير وكمان حرقت خيمتي هون وما همني هذا الشيء يعني هذا الحكي شيء متتشر هون في بعض نسوان داعشيات قالوا لي بعثوا لي خبر بيصيري منه اذا تبغى آه راح تشوف حياتك غير وراح يجيك مدخول شهري قلت انا ما ب... ما بدي وما بيزمني اجي اتحجب والله مشان ارضي كله والله برضي حالي وهذا الشيء بكفيني كم عرض علي؟ 30 آه دولار بالشهر وما وقعت من مخيم روج انتقل الى الهول الاخطر على الاطلاق المواجهه الامنيه مع تنظيم داعش كانت اكثر حسما ووضوحا لكن مواجهه فكره وارثه معركه اخرى لم تحسم بعد هنا في مخيم الهول في الحسكه نسخه متجدده عن تنظيم داعش اصغر ولكنها ليست اقل تطرفا فلتنظيم هنا ممولون خلايا التجنيد والتدريب كما له قوانين ومحاكم الحسابات مختلفه هنا وكلها تخضع لقوانين داعش ترهيب من لا يلتزمن بقوانين التنظيم وحرق خيامهن او ايذاؤهن جسديا هذه الصور كافيه لشرح ما يحدث اربع نساء احتجزهن التنظيم وقيدهن بالسلاسل في مركز تعذيب اقيم سرا داخل مخيم الهول <applause> لا تتوقف نساء داعش عند التعذيب العام الماضي شهد المخيم مقتل 36 شخصا بينهم فتاتان مصريتان اكتشفت جثتاهما في مجاري الصرف الصحي حوادث كشفت عن دور محوري للنساء داخل خلايا التنظيم بينها تهريب السلاح اسمه محمد احمد طلب مني اجيب له من محل ابو عمار خلاط مع شاي رحت جبت لي بعد ما وصلت من له فتحت رمز طالع منه المسدس بعد ما طالع المسدس نطاني قال لي تودينه نطاني مكان شخص قال لي تودينه علي اسمه نور بعد ما طلع تهريبه تودينه بعد ما طلع تهريب اخذت المسدس ورحت وديته على الشخص اسمه نور بعد فتره تم توقيفي من قبل الجهاز امن العام لم يقتصر نشاط نساء داعش داخل حدود مخيم الهول فالتحقيقات كشفت أيضاً إنهن حلقة وصل رئيسية لتنسيق هجمات التنظيم حملة التمشيط الأخيرة حتى أثناء الهجوم على سجن صناعة المعلومات المتواجدة لدينا أنه الشخص الذي كان يقوم بالاتصال ما بين السجن وخارج السجن كانت امرأة من ضمن المخيم وضعش في الفترة الأخيرة يعتمد على النساء أكثر يقومون بإخفاء الأسلحة الذخيرة أو المنشورات ويتحركون بشكل أفضل حتى عن طريق الإنترنت يقوم بالتواصل وإرسال التعليمات من وإلى داعش في مخيم الهول قصص لا تنتهي هذا قسم مستحدث يسمونه المنطقة الآمنة ينقل إليه. من يثبت ان حياته في خطر بسبب تهديد خلايا داعش. انا كنت ساكن جنب مسجد الثاني ولما يضربوا حدا برصاص نسمع صوت الرصاص يجيبونه مثلا قبل صلاه الفجر مشان الناس اللي فايتة تطالع الجثه مشان اللي يجي يصلي يشوف المقتول. الاحكام كانت تنفذ امام المسجد ايه ايه يعني بعيد شوي يعني شيء 20 30 متر بس الخطر يبقى قائما في مخيم تنشط فيه خلايا داعش وتسعى لكسر قيود الاحتجاز واعاده تنظيم صفوفها ساره بن عشوبه الحدث من شمال شرق سوريا مع انهيار القطاع المصرفي في لبنان تحول القرض الحسن التابع لحزب الله تحول إلى قطاع مصرفي رديف متخطيا شروط قانون النقد والتسليف مع اقتصار وجود فروعه خلال الأعوام الماضية ضمن مناطق محسوبة على حزب الله لكن ما أثار الرأي العام إنشاء فرع الله في قرية مسيحية تساؤلات حول الهدف وراء هذا التوسع رغم أن قرية سوق الغرب المسيحية تقع بين قريتين شيعيتين إلا أن حزب الله اختار أحد شوارعها لبناء فرع جديد للقرض الحسن. هذا أول مبنى يشيده حزب الله خارج حدود بيئته رغم ارتفاع الأصوات المناهضة للدور المصرفي الذي يلعبه. رئيس بلدية سوق الغرب التابع للتيار الوطني الحر أعطى الإذن لتشييد البناء رغم معارضة النسبة الأكبر من أعضاء البلدية إذا مع أو ضد افتتاح اللي الحسن هون صار مع ولا ضد أما السكان فقليلون منهم وافقوا على التعليق أمام الكاميرا خاصة وأنهم على مرمى حجر من كرة تناصر حزب الله 11 بلدية رفضوا رؤساء البلدية يحطوا البنك القرد الحسن ضيعة مسيحية كان المفروض يحطوا بقنطية بكيفون الجمعية التي أسست على فرضية العمل الخيري قبل أربعين عامًا تمددت وتمادت مستفيدة من انهيار القطاع المصرفي. وفيما توقفت المصارف عن تقديم القروض رفعت الجمعية عدد أفرعها إلى واحد وثلاثين فرعًا، وقدمت قروضًا بدون فوائد عبر رهن ذهب وممتلكات ونشرت ماكينات الصراف الالي ضاربه بقانون النقد والتسليف عرض الحائط يجب ان يحظى التسليف لاحكام القانون هذا الشيء ما عملوه ولكن نمط حزب الله ان يحل دائما محل المؤسسات الحكوميه وان يعطل المؤسسات الدستوريه هيك عمل باليمن هيك عمل بالعراق هيك عامل بسوريا هيك عامل بلبنان واليوم بالسودان لما الواحد ينطلق اذا بدك من جهاز آه خليني اقول مصرفي معين يلي هو بلش في من جمعيه خيريه خلينا نقول تتوصل مرحله تصير هي بتقود اغلبيه الحركه الاقتصاديه عند حزب الله يعني في شيء بيدعي للتساؤل فانا برايي لازم بمعزل عن المسيحيين حتى عند الشيعة حتى عند السنة حتى عند المسيحيين انا برايي هذا اختراق للدولة اللبنانية لازم الدولة اللبنانية هي تاخذ هالشيء بعين الاعتبار لانه بنهاية المطاف عم بيكون في نظام مصرفي رديف للمصرف لنظام مصرفي اللبناني ومثل كل مؤسسات حزب الله لبنان المهدد بخفض تصنيفه الى الرمادي او الاسود يقف عاجزا امام نظام مصرفي غير مشروع سيزيد من سوء سمعته الماليه استفاد حزب الله من انهيار القطاع المصرفي فبنى مؤسساته على انقاض الدوله بعد ان وصف لاعوام بدوله داخل دوله غنوية الحدث بيروت أكدت خدمة الأمن الروسية أن الوضع في منطقة بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا تحت السيطرة كان رئيس فلاديمير بوتين قد اتهم مخربين أوكرانيين بتنفيذ عملية إرهابية في المنطقة وقال إنهم استهدفوا مدنيين وهو ما اعتبرته كييف استفزازا كاذبة الحرب مواجهة مفتوحة أحيانا تتجاوز ظروف الزمان والمكان من شرق أوكرانيا إلى غرب روسيا تستمر الأحداث المتسارعة حادث مقاطعة بريانسك داخل التراب الروسي قد يغير المعادلة ويفتح جبهة جديدة المخابرة الأوكرانية قالت إن الهجوم نفذه معارضون من الداخل ضد نظام بوتين ويريدون القضاء عليه الرئيس الروسي الذي الغى رحلته التي كانت مخططا لها الى بيتيغورسك وصف الهجوم بالارهابي. اليوم نفذوا هجوما ارهابيا اخر، نفذوا جريمه اخرى على منطقه حدوديه وفتحوا النار على مدنيين رغم رؤيتهم بان السياره مدنيه ويجلس فيها مدنيون واطفال، هؤلاء الاشخاص اخذوا على عاتقهم مهمه انتزاع ذاكرتنا وتاريخنا وعاداتنا وحتى لغتنا. ورغم أن المجموعة التي نفذت الهجوم نشرت مقطعا مصورا لعناصرها داخل المقاطعة وهم يرفعون شعار الجيش الأوكراني قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك إن الهجوم مفبرك ومزيف إلى ذلك تبنت المجموعة التي اغتالت ابنة المفكر الروسي المقرب من الكرملين ألكسندر دوغان الهجمات في بريانسك تطور جديد قد يغير مسار الحرب رغم أن كييف تنفي صلتها بالموضوع الحدث اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديف الغرب بدعم الأوكرانيين في تنفيذ الهجوم المسلح الذي وقع في مقاطعة برنيانسك المتاخمة للحدود الأوكرانية وقال ميديف إن هجوم برنيانسك يجعل زعماء الغرب مشاركين بشكل مباشر للإرهابيين والعمليات الهجومية التي تنفذها كييف قالت وزارة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أضافت سبعة وثلاثين كيانا إلى قائمتها السوداء للتجارة بسبب أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها وقالت ثيا كليندر مساعدة وزير الخارجية في بيان لها أن تحديد الكيانات التي تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية يتم إضافتها إلى قائمة الكيانات لضمان التدقيق في معاملاتها اعتقلت السلطات في مدينة كانزاس سيتي أمريكيين أو أمريكيين بتهمة ضلوع أمريكيين بتهمة ضلوعهما في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا وتشمل الكترونيات الطيران انظمه اتصالات وبلاحة وتحكم واكتشاف للتهديدات مثبته في الطائرات وتظهر لائحه الاتهام التي كشفت عنها المحكمه الجزئيه في كانزاس ان سيريل بيسكي ودوغلاس روبرتسون متهمان بالتآمر للالتفاف على قوانين التصدير الامريكيه من خلال بيع الكترونيات طيران تشغل طائرات روسيه الصنع لعملاء في انحاء العالم انتهت النشر شكرا لمتابعتكم الى اللقاء